شك أن العلم يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، وإذا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه عامة، لكن بعض المفسرين قال إنها في العلم الشرعي، فمن جاهد نفسه في العلم الشرعي فإنه يهدى إلى أفضل السبل، لكن شريطة أن يجتهد اجتهادا متقنا. وإذا جاءت الآية في نهايتها وإن الله لمع المحسنين، والإحسان هو الإتقان، فمن دخل في هذا العلم الشرعي عليه أن يحسن وأن يتقن، وليس معنى ذلك أن يجهد نفسه إجهادا يدعوه إلى أن يترك العلم أو أن يتقاعس فيه، لكن المقصود من هذا أن يكون حريصا على طلب العلم لكن برفق. ولكن ليس معنى الرفق أن الإنسان يأتي للعلم متى ما اجتهد نفسه، فلا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الإمام أحمد إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، لكن ليس معنى هذا أن يدع الإنسان العلم وأن يأتيه حسب ما تهواه نفسه، لا. وليس معنى ذلك إذا سمع بالتحريص على العلم أن يجتهد اجتهادا يتعب نفسه حتى يلجأ إلى أن يدع العلم أو أن يقلص منه. وكما قال الشاعر اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط. والسلف رحمهم الله كما قال أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يحفظوها ويتعلموها ويعملوا بما فيها، قال فجمعوا بين العلم والعمل. ولذا ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سورة البقرة يحفظها ويفهم أحكامها ومعانيها ومقاصدها، ظل فيها 10 سنين، وابنه عبد الله ظل فيها 8 سنوات، وذلك لأن من أتقن سورة كسورة البقرة إتقانا شاملا وافيا فإنه سيتقن كل السور أو معظم السور. فالحرص الحرص على العلم والاجتهاد فيه، ويستعين المسلم بربه عز وجل بالدعاء، يدعو الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الأمة أمره عز وجل أن يقول وقل ربي زدني علما. لماذا نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ من أجل هذا العلم. كيف تهدى إلى الصراط المستقيم؟ ما تهدى إلا بالعلم. فأنت تدعو الله عز وجل في كل ركعة أن يعلمك ما تحتاج إليه. ولذا قال بعض السلف قال إن حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن به حياة القلب، لكن بالطعام والشراب حياة البدن، والبدن لا شك أنه هالك الآن وبعد آن، فإن مصيره إلى الموت، لكن يبقى هذا القلب الذي يوصله إن كان حيا يوصله إلى الحياة الأبدية التي بها السعادة.